ضربة البداية كما تعودتم مع مقالي ومقاله فقاعة الوهم مستمرة. ايه الموضوع؟ وكأنه اصبح يعني فقاعة الوهم انك خلاص انت عايز تشوف حل لمشاكلك، عايز تشوف حل يقلل من انتصارات المنافس عشان تقدر تتعامل في منظور المنافسة. لو لجأت إلى الواقع المسألة هتبوظ منك، فتخلق واقع آخر افتراضي مبني على الوهم وتصدره لجماهيرك، وده أسهل شيء. يا إما في شكل المؤامرة، يا إما في شكل تحيز الحكام، يا إما في شكل نادي الدولة، يا إما ومع إن إيه بقى اللي يضحكك في الموضوع؟ إنك أنت عشان تنمو هذه الفقاعة وتحتوي أكبر عدد من الناس اللي انت بتخاطبهم بتغذيها بمجموعة من اقول ايه، ما هو اللي ما يقولش الحقيقة، ما هي اللي عكسها الكذب. امور كلها غير حقيقية الى درجة بتشفق على اللي بيقولها، لانك بعد شوية بتشوفه وقد صدق ما قاله وعاش ان دي الحقيقة، هو من كتر ما رددها وريحته صدقها، أدمن أن يعيش هذه الحالة، صدقها خلاص، تحولت عنده إلى حقيقة. أي موضوع حتى التاريخ يقول لك أصل كذا، يقول له عم تقول له لا مش عارف إيه ده، يقول الفلان اللي حصل فيه كذا كذا، لا 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 هي كده كده كده. وتجد إن الأبواق الإعلامية المنتشرة تردد نفس الكلام. يعني أصبح في منهج، في ثقافة، انكر لقح كلام يتحول بعد كده الى ما يشبه الحقيقه. ولذلك احنا يعني كثيرا ما نقول ايه، طب بلاش نرد دلوقتي، طب بلاش نصعب دلوقتي، بلاش، لكن بيجي لك لحظه مش ممكن، ما بتيجي سيرتك عمال على بطال بتيجي سيرتك. هو لا يتوقف احد انه يستطرد، انه حتى يبين مظلوميه يا سيدي ناديه، انت حر. انما طول النهار بتصدر ان الاهلي هو المستفيد، في حين ان واقع الامر والارقام والحقائق والتاريخ واللي بيحصل النهارده حتى، هو مين اللي عنده مشاكل ويلقى المسانده من كل الاطراف عشان يعديها؟ الاهلي؟ لا طبعا. طيب اما تيجي تقول لي بقى نادي الدوله، لا الدوله عايزه تقف مع النادي اللي محتاج رعايه عشان يعدي ازمات محدده ويؤدي المهام بتاعته، وبرضه ما عندناش مشكله. مش هنقول اشمعنى، احنا مش هنقول اشمعنى، فليكن. احنا نتمنى ان الخير لكل الانديه، والمنافسه تبقى صحيه هيلثي، في مناخ صحي عشان الناس تسعد بكره القدم. كره القدم لا تشع سعاده للكسبان وللخسران. النقد المستمر، تلقيح الكلام، الناس اللي من جواك المختلفه بينها وبين بعض على الاراء ما تخليكش تفرح باي حاجه. لازم، لو كان عمل كده كان احسن، لو كان عمل كده كان احسن، لو عمل كده كان احسن، ما عملش كده ليه، ما عملش كده ليه، مع انه لو عمل اللي في دماغك هتقول طيب ما عملش كده ليه برضه. لانك انت لما يكون عندك مثلا خط الوسط بتاعك، عندك اربعه من احسن لعيبه خط الوسط في مصر بلا منافس. ايوه. كل ما يلعب اتنين يقول لك الاثنين التانيين في ايه؟ طب ودي حل ايه ده؟ وده وضع يلعب بثلاثة يقول لك مفيش، لا ده مفيش ده يا جماعة الكلام ده. احنا هنستعرض لماذا اهتزاز عروض الاهلي في الفترة الأخرانية، ليها أسبابها طبعا واضحة جدا. لكن مش عايزين يا جماعة إن احنا ندخل بقى في الفقاعة دي معاهم في الوهم ده. ما يجرجروناش إن احنا نعيش هذا الجو. احنا هنرد على كل الحاجات اللي بتمس الاهلي بمنتهى الموضوعية والحقائق المؤكدة.